ازيك يا شباب؟ حليت دلوقتي معاكم واجب البروبرتي بتاعت اللوج. السؤال الاولاني بيقول لوج 25 مالتبلاي لوج 2 بيس 5. هنا احنا ممكن نستخدم البروبرتي بتاعت اللوج اللي احنا نشقلب البيز مع يعني 5 بال 2، بس تنزل تحت لوج 5 2 مالتبلاي لوج 5 2. دي راحت مع دي بقى 1 يا شباب. نمبر 2 بتقول 1 بلس لوج 2. احنا عارفين ان ال 1 دي ممكن نكتبها لوج 10 بيز 10 بلس لوج، ادام ما كتبش بيز هنا يبقى البيز ب 10 2، يبقى ناخد لوج واحده كبيره، ده مالتبلاي ده اللي هو 20 في الاخر لوج 20. تمام يا شباب. نمبر 3 هي طويله شويه، ف هي الانسر هيطلع بتو، حاولوا كده فيها، هي طويله يعني هتفك ال 30 وهتفك ال 8 و 15، تمام، هتطلع في الاخر بتو عشان ما تاخدش وقت في الفيديو. نمبر 4 بتقول which of the following statement is true. تمام، تعالى هنا لوج الاول واحد لوج 2 ماينس لوج روت 2، هل هي بتساوي لوج روت 2؟ تعال نشوف كده، ادام ماينس يبقى ناخد واحده نعمل 2 اوفر بعض 2 روت 2، لو كتبنا روت 2 على روت 2 في الاله تطلع فعلا لوج روت 2. تمام، يبقى هي دي اللي صح. طبعا لوج 1 بيز 1 ب 1 المفروض، وهنا لوج 5 اوفر 7 هي لوج واحده ونعمل ده ماينس ده. تمام يا شباب. طبعا لوج 7 اوفر لوج 2 هنعمل، تبقى ناخد لوج واحده و 7 ماينس 2، لا سوري يا شباب، هنا دي هي لوج اوفر لوج، دي المفروض هتطلع لوج 7 9 يا شباب. فالوحيدة اللي تنفع هي أول واحدة، الوحيدة اللي صح فيها. نمبر 5 بتقول لوج x ماينس لوج 2 ايكوال لوج 4. تمام، هو عايز الـ value of x. تمام، احنا لو ودينا اللوج 2 الناحية التانية تبقى اللوج x equal لوج 4 بلس لوج 2. تمام يا شباب، يبقى لوج x وناخد واحدة من التو لوج دول ونضرب 2 في 4 ب 8، يبقى لوج x equal 8 لوج equal لوج، يبقى x equal 8. نيجي لنمبر 6. نمبر 6 بتقول لوج اكس بلس لوج 5 ايكوال 2. احنا عارفين ادام لوج ولوج احنا في بينهم بلس، احنا ممكن ناخد لوج واحده ونعمل 2 مالتبلاي، يبقى ب 5 اكس ايكوال 2، سوري لوج 5 اكس ايكوال 2 دي كانها بيس 10، يبقى 10 باور 2 ايكوال 5 اكس، دي 100 ايكوال 5 اكس، يبقى الاكس ايكوال 20. تمام، فكناها بطريقة العجلة، ده باور ده ايكوال ده، ده باور ده ايكوال ده. نمبر 7 2 لوج 3 بيس 5 بلس 3 لوج 2 بيس 5. هنا احنا ممكن نقول نطلع ده فوق الرقم، ده فوق الرقم كأنه باور، يبقى لوج 5 3 باور 2 اللي هي 8 سوري 9 بلس لوج بيس 5 2 باور 3 اللي هي 8، يبقى لوج 5
ناين في ايت تطلع لوج فايف، ناين في ايت ايكوال 72. نمبر 8 هنفك اللوج بروبرتيز، تبقى لوج A اوفر لوج B ملتبلاي لوج B على لوج C ملتبلاي لوج C على لوج D ملتبلاي لوج D على لوج A. تمام، لو لاحظنا ان لوج A هتروح مع لوج A دي، واللوج دي اللوج دي هتروح مع اللوج دي، لوج سي هتروح مع لوج سي، لوج بي هتروح مع لوج بي، هيتبقى في الاخر 1. تمام، كله هيروح مع كله، هيتبقى في الاخر 1. يا شباب هنا بيقول سكوير روت 3 لوج 4 ملتبلاي 3 لوج 25. احنا عارفين لو نفس البيز ممكن نعملهم ملتبلاي، يبقى ناخد واحده منهم ونعمل بلس للباور، صح كده؟ دي هتبقى لوج 7، بس ثواني اكتبها. فهنا هناخد واحده منهم هتبقى 3 ونعمل بلس للباور، ولو عملنا بلس للباور هتبقى لوج 4 بلس لوج 25. احنا ناخد منهم لوج واحده ونكتب 4 ملتبلاي 25 يبقى 3 باور 100 بلس 7. ال 16 دي احنا ممكن نخليها احنا ممكن نكتبها على الآلة تطلع لنا 16. ثواني، تاني هي هنا اكتبها تاني سكوير روت 3 بار لوج 4 ملتبلاي 3 بار لوج 25 بلس 7 لوج 16 بال 7. احنا عارفين ادام رقمين شبه بعض نعملهم ملتبلاي، ناخد واحد منهم نعمل بلس للبار، يبقى 3 لوج 100. يا شباب هنا 7 لوج 7 16. يا شباب دي كأنها 10 باور 2، هننزل ال 2 هتطلع 3 باور 2 لوج، دي كأنها بيس 10 بلس 7 لوج 7 16، دي كأنها كلها بيس 16 لوج 10 بيس 10 ب 1، يبقى في الاخر يتبقى 3 باور 2 بلس 16 اللي هي روت 25 اللي هتطلع في الاخر 5. تمام يا شباب، هنا احنا ممكن نرجعها اصل يعني نطلعها فوق ونشقلب البيز مع الرقم، تطلع لوج بيس 32 بلس لوج سيرت في البيز 3 بلس لوج بيس 35 دول بلس، ناخد لوج واحده فيهم ونقول 2 باي 3 باي 5 ايكوال لوج 30. لوج 30 بيس 30 اللي هي بو. يا شباب هنا بيقول 2 نمبر 11 2 لوج بيز اي اكس بلس لوج بيز اي واي ماينس لوج بيز اي اكس واي. تمام، دي هنسيبها زي ما هي، دي نفس الكلام برضه هنسيبها زي ما هي، دي هنفكها مرة لوج اكس تمام ماينس هنا جوه براكت بلس
لوج ايه هنا في بيز ايه وهنا بيز ايه واي، الماينس الماينس هتخش جوه تبقى ال 2 لوج اي اكس بلس لوج اي واي ماينس لوج اي اكس ماينس لوج اي واي، نيجاتيف راحت مع نيجاتيف بقى واحده من دي راحت مع واحده من دي بقى في الاخر لوج اي اكس. يا شباب بيقول عايز the simplest form of the expression log base b a power 2 multiply log c base b cube multiply log base a c، تو انزلها جنب اللوج يبقى 2 log a b multiply 3 نزل باور ده log bc multiply log ac. تمام، فك بطريقة اللي خدتوها في البروبرتيز اللي هي log a على log b multiply 3 log b على log c multiply log c على log A. A راح لوج A راح مع لوج A، لوج B راحت مع لوج B، لوج C راحت مع لوج C، بقى 2.3 في الآخر تطلع 6. هنا نمبر 13 بتقول لوج نكتبها هنا لوج A سكوير B C. هنا هنفكها لوج اي سكوير ماينس لوج بي سي. تمام، التو هتنزل يبقى 2 لوج اي ماينس لوج بي ماينس لوج سي، عشان ماينس هتخش جوه لما نكتب دي هتتفك لوج بي بلس لوج سي، بس في نيجاتيف هنا تخش جوه هتغير الاشاره. هو عايز هو بس هو كده يبقى هو عايزه في ال يعني simplify يعني بس، فتطلع number c بحسب هيطلب حاجة بس هو مطلبش حاجة وعايزه in simplest form. number 15 بتقول x minus 2 equal log 2 3. تمام، هنودي ال 2 بالبوستيف الناحية التانية تبقى 2 log 2 3 plus 2. احنا عارفين ان log ان 2 ممكن نكتبها log 2 2 باور 2 اللي هي 4، اكتبها 4 احسن، هي log base 2 4. تمام كده بقى شبه بعض، يبقى ناخد log واحده ونعمل دول multiply 3 by 4 equal 12 يبقى log 2 12. هي هنا مفروض نمبر سي، يعني هنا مفروض الإجابة نمبر سي، هي مفروض لوج 212. تمام، غيروها عندكم هتبقى لوج 212 يا شباب. هي هنا مكتوبة في الملزمة، مش يعني الإجابة مش مكتوبة هنا في الملزمة يا شباب. هتطلع نمبر سي اللي هي او بلاش، يعني هتطلع في الاخر لوج 212. تمام، نمبر 14. تمام، اكتبه عندك. نمبر 15 لوج اي بي 1 اوفر اي بلس لوج، هنا برضه المفروض اي بي يعني البي دي في البيز مع الاي. تمام، 1 اوفر بي، هنا هتبقى
log 1 minus log a over log a plus log b أو يعني بطريقة أحلى، خليها بطريقة أحسن عشان دي مش هتوصلنا. احنا قلنا log a b 1 over a plus log a b 1 over b، دي كأنها log a b a power negative 1 plus log a b b power negative 1. صح كده ولا انا صح ولا انا كده تاني صح؟ طب الشباب ثواني اتاكد بس من حاجه، هل البي دي فعلا جنب الاي ولا هي كده؟ نكمل يا شباب. هي فعلا هي فعلا كده، فهنكمل هتبقى log a bar 1 over a log a b plus log 1 over b log a b. يا شباب هنا ستفك هتبقى log 1 minus log a log a b plus log 1 minus log b log a b. ده بزيرو ده بزيرو، هيبقى في الاخر نيجاتيف log a over log a b minus، عشان minus ده log b على log a b. ما دام سيم دينومينيتور يبقى ناخد واحدة منهم ونعمل دول ماينس، يبقى ماينس لوج A ماينس لوج B أوفر لوج AB. ناخد النيجاتيف كومن فاكتور ونيجاتيف لوج A بلس لوج B بس مرة. هنا لوج اي بي ادم بلس، يبقى ناخد لوج واحده ونعمل ملتبلاي بعض، وما تنساش النيجاتيف اللي هنا، لوج اي بي نيجاتيف لوج اي بي على لوج اي بي، ده راح مع ده بقى النيجاتيف. بيقول نمبر 16، بيقول الاكسبريشن ده احنا في نمبر 16 تمام. هنا ممكن نقول لوج ونحط نرجع 3 لل 2 كباور 2 باور 3. هنا هتبقى ناخد لوج واحدة نعمل دول ملتبلاي يبقى 12، تبقى في الآخر لوج 8 اوفر لوج 12 تمام، اللي هي تتكتب لوج 8 بيس 12. هنا بيقول لو 3 باور اكس ايكوال 5، يبقى الـ x equal بطريقة بقى نرجعها يعني بطريقة العجلة تاني، تبقى log 3 5 بس 3.
نمبر 18 بيقول لوج بيس 2 2 باور اكس ماينس 4 الاكس ماينس 4 باور لل2 ممكن 5 ماينس اكس نكتبها بس الاول ممكن بقى ننزل الباور تبقى اكس ماينس 4 لوج 2 بيس 2 اللي هي 1 ايكوال 5 ماينس اكس تمام يبقى اكس ماينس 4 ايكوال 5 ماينس اكس يبقى 2 اكس ايكوال 9 يبقى الاكس ايكوال 4.5 اللي هي 9 اوفر 2 نمبر 19 لوج اكس بيز روت 2 بلس لوج اكس بلس 1 بيز روت 2 ايكوال 2 يا شباب احنا ممكن ناخد واحده منهم ونعمل الدور مالتبلاي يبقى اللوج البيز روت 2 اكس سكوير نعمل دور مالتبلاي انا عملت دور مالتبلاي على طول equal x x square equal x equal 2 طريقة العجلة ده باور ده equal ده يبقى x square plus x equal root 2 all power 2 اللي هي 2 يبقى x square plus 2 plus x قصدي ندخل ب 2 جوه negative 2 equal 0 mod 5 3 يطلع x equal يطلع 2 value يبقى x equal 1 ونيجاتيف 2 طبعا نيجاتيف 2 هتبقى ريفيوز عشان الاكس هنا ما ينفعش تبقى نيجاتيف هي تنفع تبقى هنا لو قال لك مثلا لوج 3 مثلا 5 مثلا ايكوال اكس هنا الاكس الدومين بتاعها هنا تنفع تبقى نيجاتيف طب هنا ما تنفعش تبقى نيجاتيف تمام يا شباب فهنا نيجاتيف 2 هيبقى ريفيوز يبقى الاكس ايكوال 1 نمبر 20 2 log 2 minus log x equal log x plus 3 minus log 7 دي كأنها نرجع ال 2 هنا كباور يبقى log 4 minus log x equal بص احنا هنشتغلها ايه على طول عشان ما تاخدش بس ايه وقت هنا تبقى لوج 4 يبقى اللوج 4 اوفر اكس وهنا لوج اكس بلس 3 اوفر 7 لوج لوج يبقى 4 اوفر اكس اكس بلس 3 باور 7 كروس ملتيبليكيشن اكس سكوير بلس 3 اكس ايكوال 28 x square plus 3x negative 28 equal 0 mod 5 3 يبقى x equal مرة 4 مرة negative 7 طبعا negative 7 هيبقى نفس الكلام refuse بال x equal تمام يا شباب number 21 احنا ممكن نكتبها بيقول f log x بيز b plus log 3 بيز b احنا ممكن نقول log b 3x تمام equal ال1 دي كانها log b بيز b تمام log b 27 minus log b بيز b عشان هي تطلع ب1 وهو هنا 1 فشلنا 1 وكتبنا log b بيز b اللي هي ب1 كده ما غيرناش باي حاجه تطلع هنا اللوج بي 3x equal لوج بي 27 over بي يبقى 3x equal 27 over بي يبقى الx equal 9 over بي in terms of بي يا شباب كمل 22 هنفكها لوج اكس على لوج 2 ايكوال وهنفك دي لوج 9
على log 4 اللي هي 2 باور 2، هي 2 log 2 باور 2، 2 هتنزل هنا يبقى log 2. تمام كده؟ ال 3 دي كأنها 3 باور 2، يبقى log x equal log 2 equal log 3 باور 2. ال 2 ما تنفعش باور كلوج، فهتنزل هنا 2 وهنا 2 log 2، ال 2 راحت مع ال 2 بقى log x over log 2 log 3 over log 2، يبقى log ده equal ده، يبقى log x equal log 3، يبقى ال x equal 3. Build the solution set. لل equation دي هنا برضو نفس الكلام، log x over log 2 plus log x على log 4 اللي هي قلنا log 2 log 2 equal 6، سوري equal 3. يا شباب ادم احنا ممكن نطلع الهاف دي فوق، يعني ال 2 دي كانها هاف فوق، ونحطها على الباور اكس. تمام، تبقى log x log 2 plus log x باور هاف على log 2. تمام، احنا 2 دي لو كتبناها هنا هتبقى هاف. تمام، فقدام جنب الباور ممكن نرجعها تاني على الباور، على كانها باور للاكس يعني. تمام، عشان مش فاهم يعني الجزئيه دي. ايكوال 3 ادام سيم دينومينيتور، ناخد واحده منهم ونعمل دول بلس، يبقى لوج اكس بلس لوج اكس باور هاف ايكوال 3. تمام، نعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى 3 log 2 equal log x plus log x باور. تمام، ننزل الهاف equal سوري بس روي log 2 equal ننزل half، تبقى log x plus half log x هي 3 bar over 2 log x equal log 2، ونعمل divide 3 هتطلع من log 2 equal نسمع كده ثواني 3 over 2 divide half هنعيد بس الحتة دي تاني 3. نرجع هنا تاني يا شباب معلش. كوماند سيم دينومينيتور، يبقى لوج 2 هنا لوج اكس بلس هاف لوج x equal 0. تمام، دي هتصفصف على 3 over 2 log x. تمام، هنا تطلع log 3 log 2 equal 3 over 2 log x. تمام، نعمل 3 divide 3 over 2 تطلع هنا 2 log 2 equal log x، يبقى هنا log 4 رجع دي تاني على البار، يبقى log 4 equal log x، يبقى ال x equal 4.
بيقول لو إيه؟ لو log 2x plus 2 log 2x، احنا نزلنا 2 دي جنب اللوج equal 6، تمام؟ فهنا هتبقى 3 log 2x equal 6، يبقى log 2x power 3 equal 6، طريقة العجلة 2 power 6 equal x power 3، 2 power 6 equal 64 equal x power 3 cube cubic root لل both side، يبقى x equal 0. يا شباب على الصوت بس مش مسجل في السنتر، بس يبقى الـ x equal 4. يا شباب 25 تقول log x square minus log x all power 2، power 2 دي على log مش على x، equal 0، تمام؟ دي هتبقى 2 log x ماينس، احنا ممكن نقدر ننزل دي بس ما نقدرش ننزل دي على اللوج كلها، دي على الاكس، تمام؟ لوج اكس اول باور 2 ايكوال 0، بقت مود 5 3. ف اكتبوها على الاله، مود 5 3 تطلع ان اللوج اكس ايكوال 0 واللوج اكس ايكوال 2 دي كانها بيس 10 ودي كانها بيس 10، يبقى الـ x لاب لاب 1، الـ x equal 100 والاثنين معانا في الـ solution set equal 100. number 26 نفس الفكرة، look b3x all power 2 minus log b3x، ننزل بقى الباور يعني نحاول اسرع شوية يعني، plus 2 equal 0، بقت مود 5 3 مرة log 3x equal مرة log 3x equal بال 0 سوري، مرة لوك 3 equal 2 مرة لوك 3 equal 1، يبقى x مرة 9 و x مرة 3، تمام شباب؟ والاثنين معانا طبعا. The solution set of log b3x minus 2 log x 3 minus 1. Why the solution set of this equation؟ فاحنا هنا ممكن نشقلب دي تبقى 1 over log x ب 3، او خلينا نشقلب دي احسن عشان احنا بعد كده دي نسيبها log 3x minus 2 over log 3x minus 1 equal 0. لو عملنا multiply للوج 3x دي هتبقى log 3x all power 2 minus 2 minus log 3x equal 0، نظبطها تبقى log 3x، نرتبها كده عشان نعرف نحطها على الآلة، log 3x minus 2 equal 0، mod 5 3 يبقى x log 3x مرة ب 2 مرة ب negative 1، يبقى solution set 9 1 over 3، يبقى solution set 9 1 over 3. بيقول x بار log base x x بار 2 equal
لوج 216 ننزل ال 2 تبقى x باور 2 لوج x بيز x اللي هي ب 1 equal لوج 216 يبقى x باور 2 equal 4 بتاع الكمبيوتر كول 4 يبقى x equal positive or negative 2. طبعا هنا نخلي بالنا ان negative 2 refused يبقى السوليوشن سيت 2 بس. Which of the following statement is true? أنا من دول true. هنا عارفين أول واحدة لو log 3 plus log 3 ناخد واحدة منهم نعمل دول multiply تطلع log 9. أول واحدة غلط. دي 1 minus log 5 دي كأنها log 10 minus log 5 plus 10. دول ناخد واحدة منهم ونعمل لدول ديفايد 10 over 5 اللي هي هتطلع لوج بيس 10 2. هي مطلع لك هنا ب 2 تبقى برضو غلط. لوج 2 ملتبلاي لوج 2 ما عندناش رول لل او بروبرتي للملتبلاي فدي برضو مش تنفع. الوحيد اللي هتنفع اللي هي لوج 1 plus 2 plus 3 هي لو قلنا log 1 plus log 2 plus log 3. في ناس كتير مستغربة ازاي دي هتبقى log 6. دي ناخد log واحدة ونعمل multiply للباقي 1 by 2 2 2 by 3 ب 6 يبقى الوحيد اللي هتنفع number دي. number 30 بيقول ان x equal x دي نفكها y z والباور هاف. عشان ننزل الباور لازم نعمل log both side يبقى log x هاف log y plus log z. هو عايز log y نعمل multiply 2 او قبل ما نعمل قبل ما نفكها نعمل سيبها كده هنا log y z نعمل multiply 2 يبقى 2 log x نفك دي تبقى log y plus log z. دي هو عايز log y يبقى log y equal log 2 log x minus log z اللي هي number c. سيرتي وان بتقول لو لوج 23 ايكوال ايه؟ طب لوج 2300 بكام؟ دي كانها لوج 23 بلس لوج 100 تمام كله طبعا بيستيبل. دي احنا عارفين ان هي بايه؟ طب دي بتقول يبقى لوج 2300 A بلس 2 تمام. طب هنا لو احنا عارفين ان log 3 5 equal A هو عايز log 15 5 تمام equal كده. احنا عارفين دي ممكن نكتبها log 5 15 تمام. بعد كده نفك دي تبقى log 5 3 plus log 5 5 تمام كده. دي كأنها دي خلاص كأنها دي بون تمام. دي كأنها 1 over A أو سوري يا شباب
كتبت نقلتها غلط ولا ماشي؟ هي صح، ايوه صح. المفروض one over log five of 15 تمام، دي هتتفك كأنها one over log five three plus log five five دب one تمام، ويبقى دي one over log five three وتطلع فوق. ممكن نكتبها log 3 5 اللي هي ب برضو. ثواني طب يا شباب، استنى بس. نرجع يا شباب، هو بيقول لوج ب 3 5 ايكوال ايه؟ طب لوج 5 3 1 اوفر ايه تمام. هو عايز لوج 15 4. احنا ممكن نكتبها اللي هي 1 اوفر لوج لوج 5 15 تمام. دي هتطلع هنقسمها log 5 3 plus log 5 5 تمام كده. ده ب 1 يبقى 1 over، ودي ب a 1 over a a plus 1 تمام. ده اللي هي log 15 over 15 يعني log 5 base 15 تمام. بس هو عايز يا رب ها دلوقتي احنا شقلبناها صح، دي كلها تمام بتساوي دي. فهو عايز log 15 5 base 15 اللي هي a plus 1 شقلب ده a plus 1 over تمام. شباب انا هحلها تبريتن وابعتها لكم عشان في حاجه كده متلخبط فيها. عشان ايه؟ كمل بس وحلها في الاخر. هنا بيقول لوك 3 equal x ولوك 4 equal y تمام. هو عايز لوك 12. احنا عارفين ان لوك 12 دي كانها لوك 3 بلس لوك 4. احنا معانا لوك 3 بx ومعانا لوك 4 بy، يبقى تطلع في الاخر x بلس 4. ارجع لها تاني 32. هنا بيقول 34 a right angle triangle at a تمام، ده B وده C تمام. هو مدينا الـ AC، مدينا الـ AC والـ AB، يعني مدينا الـ base والـ height تمام. هو عايز الـ area، الـ area احنا عارفين بتاعت triangle half base by height هنا half ممكن نكتب دي multiply log 3 over log 4 multiply log 64 over log 3. log 3 راحت مع log 3 بقى هوب multiply log 64 دي كأنها log 4 by 3 4 power 3. هنا log 4 البار دي نزلها جنب اللوج هتبقى هوب multiply log هنا كمان هنا في 3 log 4 over log 4. log 4 واحد مع log 4 بقى 3 over
اللي هي 3 multiply half 3 power 2 اللي هي 1.5. قلت له الشباب انا هحلها 32 هحلها دلوقتي فخلص بس عشان ايه افوق لها كده. هنا بيقول log x على log 5 equal log 36 دي كانها 6 باور 2 2 تنزل هنا يبقى log 6 over 6 log 6 log 6 راح مع log 6 بقى هنا log 64 over log 1 تمام. دي طبعا ريشيو بقت log x over log 5 equal 2 تمام. دي نقدر نجيبها 2 log 5 equal log x نرجع ال 2 على ال 5 كباور يبقى log 5 باور 2 equal 25 equal log x يبقى x 25 تمام. هنا احنا كده جبنا خلاص ال x equal كام؟ x equal 25. هنا ال x equal 25. طب هنا لوج هنفك 64 دي كانها لوج 2 باور 6 تمام اوفر لوج واي 6 تنزل هنا ايكوال كل ده ايكوال 2 يبقى 2 لوج واي ايكوال 6 لوج 2 تمام. نعمل ملتبلاي ديفايد 2 يبقى log y equal 3 log 2 يبقى log y equal نرجع دي تاني على الباور يبقى log اللي هي log 2 باور 2 باور 3 اللي هي 8 يبقى log 8 يبقى ال y equal 8. هو عايز x plus y اللي هي 25 plus 8 equal 33 هنا بيقول if L and M are two roots of the equation تمام. نجيب ال L وال M وال L plus M قوانين تانية أولى ثانوي خطها طبعا في أولى ثانوي في quadratic equation تمام. أنا سريعا كده طلعت L plus M اللي هي بتتجاب negative A B over A تمام هتطلع 16 over 3 وال LM equal 4 تمام. هو عايز log 2L plus log 2M اللي هي بنقول log 2LM واحنا جايبين LM equal 4 يبقى log 2 4 اللي هي ب2 يعني. يا شباب نيجي النمبر 37 نفس الكلام ال L plus M L plus M دي هتطلع ب 3 وال LM اللي هي C over A اللي هي تطلع ب نفس الايكويشن تطلع بنيجاتيف 3 باين هنا ال L plus M احنا عارفين ان هي B over A اللي هي log 3A over coefficient بتاع ال X اللي هو 1
تمام يا شباب. ال ام اللي هي سي اوفر اي اللي هي نيجاتيف 9، هنا في او سوري هنا نيجاتيف، نيجاتيف 9 اوفر 1. تمام يا شباب. هو بيقول ال بلس ام اوفر ال ام، هنا كان نيجاتيف لوج 3 اي اوفر 9 نيجاتيف 9، نيجاتيف راح مع نيجاتيف كلها ايكوال 1 اوفر 3. كروس مالتيبليكيشن يطلع لنا ان لوج 3 اي ايكوال 3، يبقى الاي ايكوال 27. يا شباب نعمل كروس مالتيبليكيشن عادي، 1 باي مالتيبلاي 9 ايكوال ده باي ده، بعد كده نعمل تاني ديفايد 3 يطلع لوج 3 اي ايكوال 3، يبقى الاي ايكوال طريقه العجله اللي هي 3 باور 3 ايكوال اي اللي هي ايكوال 27. تمام. اتلخبطت كده عشان صلي فات ضايقني. ف هنا لوج بي اكس بلس 5 ايكوال لوج بي اكس بلس لوج بي 5 اللي هي ممكن نقول لوج بي 5 اكس. تمام. يبقى اكس بلس 5 ايكوال 5 اكس، يبقى 4 نودي ده بالنيجاتيف، يبقى 4 اكس ايكوال 5، يبقى الاكس ايكوال 5 اوفر. ان اوبزيت فيجر هنا ده ريكتانجل مدينا اللينس والويدز. تمام. عايز البريمتر، احنا عارفين البريمتر بيكوال لينس بلس ويدز في 2 فاحنا هنا معانا اللينس اللي هو لوج لوج بي 6 8 بلس، هي مش واضحه هنا تقراها بس، لوج 627 ده كل ده مالتبلاي 2. تمام. ده هيبقى لوج 627 اللي هي 216 ده مالتبلاي 2، 216 دي كانها 6 باور، دي كانها 6 باور 3 multiply 2، ال 3 هتنزل جنب اللوج هتبقى 3 log 6 بال 6 اللي هي ب 1، كل ده multiply 2 يبقى 3 في الاخر بقى 3 multiply 2 equal 6. log cosine x cosine theta plus log سيك سيتا، هنا ناخد لوج طبعا بيس هنا 10 كوزاين في سيك هتدينا 1. تمام يا شباب. ليه؟ عشان دي كانها 1 اوفر كوزاين سكوير كوزاين سيتا، فلما نعمل ملتبلاي بقى في الاخر 1 لوج 1 ايكوال 0، لوج 1 اي بيس ايكوال 0. تمام يا شباب. دي 0 مش او. تمام. في الاجابه هتطلع. نرجع بقى للسؤال. اللي هو 32. نحل بقى السؤال اللي ايه؟ انا اتلخبطت دي. تمام. هو بيقول لوج 5 بس 3 ايكوال ايه. تمام. طب لوج 3 بس 5 1 اوفر ايه. تمام كده مفيش اي مشكله لحد دلوقتي. هو عايز لوج 15 5 بس 15. تمام. دي كانها 1 اوفر لوج 15 بس 5. تمام. طب دي تتفك ازاي؟ 1 اوفر لوج 5 3 بيس 5 بلس لوج 5 بيس 5، احنا عارفين لوج 5 بيس 5 ايكوال 1، فدي كانها يعتبر
1 over log 3 base 5 plus 1. تمام، احنا عارفين ان log 3 base 5 1 over a اهي. تمام، يبقى equal 1 over 1 over a plus plus 1، نعمل multiply a تبقى a 1 plus a. تمام يا شباب، بس اتلخبطت فيها و عشان كده ما ظبطتش معايا فيها. ماشي، وكده انا هكون خلصت معاك واجب البروبرتيز بتاعت اللوج. اتمنى تكونوا فهمتوا. شكرا.